كتاب الله يمكن في يوم من الأيام أن يرفع الراية البيضاء أمام الاختلاف. هيهات هيهات. اليوم في الجمعية الخيرية الإسلامية نحتفل بتخريج كوكبة لعدد 132 حافظ وحافظة للقرآن الكريم. نحن نعمل من خلال دار القرآن والحديث الشريفين ونادي الطفل القرآني على تحفيظ هؤلاء على مدار العام. اليوم نحتفل بتخريجهم وهم ثلة مباركة في هذا الشهر الفضيل، شهر رمضان المبارك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات ومن في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين الذي أكرمني بحفظ كتاب الله، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يمن على جميع المسلمين والمسلمات لحفظ كتاب الله. يعني هذا الإشي من قلبي طلع، هذا الإشي إني يعني نفسي أنا يعني خلصت توجيهي، فقلت أحسن ما إلي إني يعني أحفظ كتاب الله، لأنه فيش أحلى من هذا الشعور. والله لا بعودك عن التوجيه ولا بعودك عن إشي، فيش أحلى من حفظ القرآن. الحمد لله رب العالمين.